إذن للعودة لملف الإسكان الاجتماعي، تنضم إلينا هاتفيا الدكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. أرحب بك دكتور مي. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين جميعا. مساء النور، أهلا بك دكتور مي. إذن لدينا 125 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، نريد معلومات أكثر عن هذه الوحدات. احنا طبعا طرحين في اطار البرنامج اللي سياده الرئيس اعلن عنه ان احنا نطرح 250 الف وحده سكنيه ونستوعب اكبر عدد من مستويات الدخل. اي حد مواطن عايز يقدم شقه على شقه ياخدها لو كان مستحق. فالبرنامج الاعلان اللي احنا طرحينه حاليا في 100 الف وحده سكنيه مساحه 90 و75 متر لمستويات الدخل حتى 6000 جنيه للاسره و4500 للاعزب، وعندنا وحدات اكبر شويه لحد 9000 جنيه دخل الاسره و7000 جنيه دخل الاعزب. الوحدات متوزعه على مستويات الجمهوريه في 14 مدينه جديده، كل المدن اللي حوالين القاهره، مدن الصعيد المختلفه. اهم الشروط طبعا بالنسبه لنا السن من 21 ل 50، مصري الجنسيه، ما عندوش ما بيمتلكش وحده، ما سبقش بالحصول على وحدات مدعومه، ويكون محتاج الوحده دي للسكن يعني هنروح يسكن فيها، لان طبعا الوحدات مدعومه بشكل كبير من الدوله. احنا بندفع دعم نقدي للمحور اللي هو لمنخفض الدخل اللي هو لحد 90 متر، بندفع دعم نقدي بيوصل ل 60000 جنيه لمستويات الدخل الدنيا. ده غير المستويات الدعم غير المباشره، الارقام اللي بتدفع بنتكلم في من 200 ل 280000 على الوحده حسب الناس واخده ال 75 ولا ال 90 متر، ما بين دعم المرافق ودعم الارض ودعم تكييف التمويل ودعم الـ واي تغيرات في الاسعار بتطرا. فيعني طبعا الدعم الكبير اللي حطاه الدوله ده اللي هو بيتجاوز 350000 اذا اضفنا عليه الدعم النقدي، يعني ضعف ثمن الشقه تقريبا، معناه ان احنا بنوفر ده عشان نحل حل سكني لحد محتاجه. يعني تكون اسره هتسكن مستحقه ما عندهاش قبل كده، مش واخداها بهدف متاجره يعني. الاستلام يعني بعدما يدفع المواطن بأول قسط أو أول مبلغ، عملية الاستلام تتم في فترة زمنية؟ المواطن بيدفع الأول 5%، يعني بنتكلم 12.5 أو 15.5 حسب هو واخد الوحدة ال 75 أو ال 90، ثم بيدفع أقساط ربع سنوية 12 قسط لحد الاستلام. بعد عند ما يجي عند الاستلام بيعمل تمويل عقاري مع البنك 7% للوحدات اللي هي لحد ال 90 متر، و8% للوحدات الاعلى شويه لحد 120 متر اللي هو مستويات الدخل من 6 ل 9000 جنيه. دكتور الاقساط طبعا على ربع 20 سنه، سنويه كل 3 اشهر قسط. كل 3 اشهر قسط بحيث ان هو يقسط المقدم ال 15% على مرحله الانشاء، ما يبقاش يعني بيدفع مبلغ على بعض. بالنسبه للمحور اللي هو من 90 اللي هو فوق ال 90 متر اللي هو لحد 120 متر فبيدفعوا 10% مقدم وبيقسطوا 25% خلال فتره الانشاء، وبعد كده بيعمل تمويل عقاري مع البنوك ب 8% لل 65% اللي متبقيين. طيب هذه طبعا الوحدات، مفيش اي ربحيه يعني هنا ولا هنا. هذه الوحدات دكتور بالقرب من المدن على اطراف المدن، يعني التوزيع الجغرافيه لها؟ لا هي طبعا في المدن الجديده اللي هي امتدادات للمدن القديمه في الغالبيه، يعني احنا عندنا مدينه بدر اوريدي عاملين فيها 30000 في حدائق العاصمه اللي حاجزين الاعلان اللي قبل كده، ده امتداد طبيعي لمدينه بدر اللي هي ملاصقه للعاصمة 15 دقائق. طبعا المدن دي كلها احنا نزلناها في اعلانات قبل كده، هي دي المدن اللي عليها اكتر الطلب، العاشر من رمضان، 6 اكتوبر، الحاجات دي خلاص ما بقتش اطراف ولا مترامية. المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، انا الجديدة، كل الوحدات دي احنا بالفعل عندنا عجز في الطلبات، يعني الناس اللي تقدمت عليها في السابق اكتر من عدد الوحدات اللي انشأناها، فبالتالي احنا بنطرح المزيد لانه في طلب هناك. يعني البعض بعد هذه الجملة ربما يتساءل، لدينا طلبات سابقة أكثر من الإنشاءات الجديدة، لا توجد فرص لمن يتقدم؟ هنوفيهم طبعا. لا يا فندم، يعني بندي لهم اختيار، لو عايز تكمل بشروط الإعلان الجديد بندي له أسبقية قبل حاجزين الإعلان الجديد، أو لو مش عايز يكمل عايز ينسحب، يعني دي بتبقى بقى اختيار المتقدم يعني. آلية التقديم دكتور منى، دكتور ميعم.
هو من اول نوفمبر ان شاء الله الكراسات هتكون متاحه في مكاتب البريد على مستوى الجمهوريه. طبعا مكاتب البريد هي الاوسع انتشارا، فاحنا بنلجأ لها عشان يعني ايه تبقى قريبه من كل حد. كل مكاتب البريد المميكنه بيبقى فيها الكراسات، بيشتري الكراسه دفع المقدمات برضو في البريد. الاقساط الربع سنويه هتكون برضو في البريد فيما بعد. هو مطلوب بعد ما يشتري الكراسه ويوضع المقدم انه بيرفع الاوراق بتاعته على موقع الصندوق الالكتروني بحيث ان احنا نتاكد انه منطبق عليه الشروط عشان ما يبداش يدفع اقساط وهو مثلا دخله متجاوز او في اي حاجه تعوق او في سبق استفاده من اسكان اجتماعي. فمن الاول الحاجات دي ما بتتقبلش يعني. عفوا، ربما هو اهم شرط لابد ان يتقدم بخطاب من جهه العمل يكون مؤمن عليه او يكون قطاع عام، هذه التفصيله. لا مش شرط يا فندم، يعني يمكن احنا عملنا 13 اعلان قبل كده، حوالي 15% من الناس اللي تقدمت عندنا من المهن الحره، 50% بيعملوا في شركات قطاع خاص و35% في القطاع الحكومي. العميل بيجيب اي شيء يثبت دخله، سواء بقى شهاده من محاسب قانوني انه بيعمل في اي حته وبيجي له دخل شهري حدود كذا، والاستعلام الميداني اللي بيتعمل على العميل واللي بيعمله البنك بيتاكد اذا كان الدخل ده مظبوط ولا اقل ولا اكتر من ما هو يعني. شكرا جزيلا دكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كنت معي هاتفيا من القاهره.